يمثل ميثاق العمل الوطني ركيزة أساسية في حفظ أمن واستقرار الوطن، باعتبار الأمن والاستقرار أحد أبرز مقومات عملية التنمية. وفي هذا الإطار جاء الاحتفال الذي أقامته مديرية شرطة محافظة المحرق. أقامت مديرية شرطة محافظة المحرق احتفالية بالذكرى 18 لميثاق العمل الوطني، والذي يعد ركيزة أساسية في مجال حفظ أمن واستقرار الوطن، وهو الأمر الذي أولته وزارة الداخلية جل اهتمامها بما يضمن استتباب الأمن وحماية الأرواح والممتلكات في كافة ربوع مملكة البحرين. هذا الميثاق اللي نحتفل به سنويا هو أعطى للإنسان البحريني العزة والكرامة، وهو الذي وضع له يعني كل المجالس والهيئات من مجلس النواب إلى مجلس الشورى إلى كل الهيئات اللي تمتع فيها المواطن. هو تقريبا يعني منهاج حياة وجد لكي يعيش المواطن في معزة وفي كرامة. وإحنا الحين تقريبا من 18 سنة ونحن نعيش في هذا الجو اللي ما أقول إلا أن يعني بعضهم يحسدنا على ما نتمتع به من ديمقراطية وحرية اللي الواحد يعني متمتع به طول هالفترة. وإن شاء الله بإذن الله يعني الشعب البحريني مقدم يعني الولاء والحب والطاعة لأولي الأمر القيادة العزيزة، إلى جلالة الملك الله يحفظه، إلى صاحب السمو رئيس الوزراء، إلى صاحب السمو ولي العهد. وإحنا اليوم طبعا وفي يعني أعرق الأماكن في سوق المحرق ها نحتفل يعني من خلال الفرقة الموسيقية. وأرفع يعني بهالمناسبة بعد إلى يعني سيدي يعني معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله كل التهاني وشكره على ما يقدمه يعني تجاه ليس بس ضباط وضباط صف وأفراد يعني وزارة الداخلية، إنما لكل المواطنين. والأمن الحمد لله مستقر، وإحنا نقدم يعني باسم أهل المحرق شكرنا واعتزازنا بهذه الوزارة. بمناسبة الذكرى 18 لعمل الميثاق الوطني، أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه، كما أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين حفظه الله ورعاه، وإلى شعب البحرين الوفي، كما تقدم بجزيل الشكر والامتنان لمعالي الفريق أول الركن وزير الداخلية الموقر، وإلى سعادة اللواء رئيس الأمن العام الموقر لمساندتهما ودعمهما لجهود مديرية شرطة محافظة المحرق مما يسهم في تعزيز كفاءة خدماتها، سائلا المولى عز وجل أن يديم على البحرين أفراحها وأمانها واستقرارها. انطلقت الفعاليات من المجمع الأمني في منطقة سوق المحرق متضمنة عروضا متميزة بهذه المناسبة الوطنية الهامة. طبعا الفرحة فرحة كل بحريني وكل مواطن وكل شخص يعيش على الأرض الطيبة، وهذا اليوم بالنسبة لنا يوم فرح، مشاركتنا واجب علينا، أي شيء فرح البلاد لازم نشارك فيها. والله صراحة الميثاق يعني شيء زين طيب يعني، وجلالة الملك ما قصر يعني صراحة، هو اللي سن على ذي الميثاق وهذه وصل للصورة والحمد لله رب العالمين، وإحنا بصحة وعافية ويا الملك والملك تاج على رأسنا. أنا مو مواطن بحري، أنا أموت على البحرين، أعشق البحرين، حياة البحرين، وهذا عالمي فوق رأسي، وهذه المناسبة ننطرها من سنة لسنة، ويعلي يعطي طولة العمر جلالة الملك والقيادة الرشيد كلها. أنا وايد مستانسة اليوم هني في المحرق في المسير العسكري، وبارك حق البحرين وشعبها الوفي وجلالة الملك على الميثاق الوطني. حاب أبارك للبحرين وجلالة الملك في بالميثاق. للشراكة المجتمعية مشاهد راسخة في حب الوطن
تسجل بأحرف من نور وتعمل على تأطير التواصل بين المواطنين، وهو ما يعزز من أهمية هذه الوثيقة الوطنية الجامعة، وثيقة ميثاق العمل الوطني.